الدرس التاسع: الإيمان بالملائكة. نؤمن بالملائكة في حدود ما أخبر القرآن والسنة، وهي مخلوقات نورانية لا تدركها حواسنا، والملائكة تطيع الله في كل شيء. للملائكة أدوار مختلفة حددها الله سبحانه وتعالى، منهم الموكلون بحفظ البشر من السوء، ومنهم الموكلون بتسجيل أعمال البشر ونصرة المؤمنين وغير ذلك. ذكر القرآن بعض الملائكة كجبريل ملك الوحي، وميكائيل ميكال، وملك الموت، ومالك خازن النار، والتسعة عشر الموكلون بسقر، وحملة العرش. شواهد الدرس في الكتاب والسنة: الإيمان بالملائكة، طبيعة الملائكة، قوله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، الآيتان 26 و27 من سورة الأنبياء. وكذلك: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، الآيتان 49 و50 من سورة النحل. وعلى لسان الملائكة: وما منا إلا لهم مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، الآيات 164 إلى 166 من سورة الصافات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الآية 6 من سورة التحريم. والآية الأولى من سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي الحديث الشريف: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. أدوار الملائكة، الآية 11 من سورة الرعد: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والآية 7 من سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والآية 80 من سورة الزخرف: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وكذلك الآيات 10 إلى 12 من سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكذلك قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، الآيتان 92 و93 من سورة الشعراء. وفي الحديث الشريف: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، متفق عليه. ومن الملائكة الذين جاء ذكرهم في القرآن: جبريل جاء ذكره في الآيات 15 إلى 11 من سورة النجم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى.
ومثلها في جبريل أيضا الآيات 19 إلى 23 من سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. في جبريل وميكائيل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الآية 98 من سورة البقرة. في ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الآية 11 من سورة السجدة. مالك جهنم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الآية 77 من سورة الزخرف. 19 الموكلون بسقر: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. الآيات 26 إلى 30 من سورة المدثر. حملة العرش: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الآية 17 من سورة الحاقة.